إذا نمضي إلى الانتباه سنظل في حالة انتقال مستمرة. نعم. إذا نمضي الانتباه أستاذ عبد الرحمن، ومنها نقرأ تغيير مساعا جديدة لتجميد أو معالجة الموازنة المعدلة، كشف عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير عادل خلف الله عن مساعي لتجميد أو معالجة الموازنة المعدلة. وقال خلف الله للانتباه أمس أن هناك مساعي لحث مجلس الوزراء على تأجيل أو إعادة النظر في تنفيذ السياسات الاقتصادية إلى حين انعقاد المؤتمر الاقتصادي، ونبه إلى أن انشغالات رئيس الوزراء حالة دون تحديد موعد الاجتماع معه ومناقشة البدائل، بينما توقع حدوث زيادة في أسعار السلع بالأسواق بداية شهر أكتوبر المقبل. وأضاف أن هذه الزيادات ستستمر شهريا إذا لم يتم التوصل إلى صيغة اقتصادية والاتفاق عليها بين قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء لتطبيق البدائل الاقتصادية الممكنة. أستاذ عبد الرحمن، تبقت 3 أشهر على نهاية العام، وما زالت الحرية والتغيير تتحدث عن تجميد وعن معالجة الموازنة المعدلة، بماذا تعلق؟ أنا تقديري ينبغي الآن أن نصرف النظرة والحديث عن الموازنة، لأنه مثل ما قلت أنت تبقى 3 أشهر على انقضاء العام، ولا يمكن الحديث من بعد الآن عن موازنة تحكم العام. أصلاً ميزانية العام 2020 انفرط عقدها وتناسلت حباتها، ومن ثم علينا أن نبحث عن برنامج اقتصادي بعيد عن موازنة العام 2020. الإيجابي أنه قبل توقيع اتفاق السلام كانت قوى الحرية والتغيير قد وقعت اتفاقا سياسيا مع الجبهة الثورية. هذا الاتفاق كان قد نص على إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير. ليس هذا هو شأننا الآن، لكن نص كذلك، وكان الدقير يتحدث قال أننا كنا نفتقد البرنامج الموحد ونفتقد كذلك خارطة الطريق. قال اتفقنا على أن نضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وأن نضع برنامجا اقتصاديا نتفق عليه. الأصل الآن ينبغي أن يتفق على برنامج اقتصادي ليس لموازنة هذا العام، وإنما لكي يسير حكومة الانتقالية طوال أعوامها القادمات. طبعا الخلاف الجوهري الآن بين رفع الدعم وعدم رفعه. حكومة حمدوك ميالة إلى رفع الدعم، وكان عراب هذا طبعا تعلمين كان الدكتور البدوي. المفارقة أن حمدوك أبعد البدوي ولكنه لم يبعد منهجه، اعتمد منهجه وأبعده. هل المشكلة في الشخص يعني أم في السياسات التي كانت؟ ما كان ينبغي طبعا أن تكون المشكلة في الشخص، طالما أصلك أنت معتمد ومغر للسياسات وللمناهج والبرامج التي اعتمدها الوزير السابق فلماذا بعدته؟ هذه واحدة. طبعا قوى الحرية والتغيير بالذات التيار اليساري يرى أنه ما ينبغي أن نمضي في طريق التطور الرأسمالي، وأنه ما ينبغي أن نرتبط بالطبقات الطفيلية. طبعا هذه هي الليتريتشر والأدب الحزب الشيوعي ومن والاه وشايعه، وأنه ما ينبغي أن تعبر الاقتصاد ما ينبغي أن يعبر عن الطبقات الرأسمالية، وإنما ينبغي أن ينحاز إلى الطبقات الفقيرة، وأنه ينبغي أن نمضي في طريق الدعم وأن تمتلك الدولة مؤسسات القطاع العام وأن تحاول أن تصفي الفساد وعناصره وتحاسبه، وكذلك أن تقصقص الميزانيات، وأنه ما ينبغي أن يحمل المواطن رفع الدعم. تحدثت عن تطبيقات أو تطبيق سياسات البدوي ما زالت مستمرة، يعني ما هي أبرز مظاهر السياسات الاقتصادية التي تحدث عنها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير؟ الذي قلت لك به أنهم يرفضون الدعم ابتداء، ويقولون أنه ينبغي على الدولة أن تمضي في تقوية مؤسسات القطاع العام، وأنه ينبغي على الدولة أن تدعم شرائح الفقيرة والضعيفة، وأنه ينبغي أن تدعم ما يسمى بالدعم الاجتماعي أن تمضي فيه، وأن عليها أن تحارب الفساد، وأن عليها أن تستعيد الأموال من المفسدين، وأن عليها أن تستعيد الشركات الأمنية. وأنت تعلمين الخلاف الذي انفجر يوم تحدث حمدوك ورد البرهان قال إن الفاشلين يريدون أن يحملوا فشلهم علينا. أستاذ عبد الرحمن، يعني متى ستطبق هذه التعديلات؟ خصوصاً تحدثت عن 3 أشهر، وأنت تحدثت عن أن الموازنة يعني أو عقد الموازنة 2020 انفلتت حباتها، لكن وزارة المالية أعلن عن تعديل الموازنة، متى ستطبق؟ بحسب معلوماتي أنه كان ينبغي أن تطبق اعتباراً من اليوم، مطلع سبتمبر اليوم، مش مطلع سبتمبر اليوم، من اليوم. لكن ربما جرى اتفاق
لو قدر الله أن ينجح الاتفاق أنه ينبغي أن يعقد المؤتمر الاقتصادي في هذا الشهر في سبتمبر ويخرج به المؤتمر الاقتصادي ومخرجاته هو الذي سيطبق. فإذن ستؤجل تطبيقات هذه التعديلات إلى حين انعقاد المؤتمر الاقتصادي. عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير عادل خلف الله يتحدث عن أنه إذا لم تطبق هذه الميزانية أو التعديل في الميزانية المعدلة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار كل شهر، يعني هذه الثلاثة أشهر المتبقية سيكون هناك ارتفاع كبير جدا في الأسعار في الأسواق. يعني برأيك من المسؤول عن هذا الفشل الاقتصادي؟ عادل خلف الله طبعا متفائل جدا، نتحدث عن زيادة في الأسعار كل شهر ونحن نتحدث عن زيادة في الأسعار على مدار الساعة والدقيقة. صحيح. لا تنتظر الشهر يا فطر وايدة. على مدار اليوم الأسعار تتقلب وترتفع وتصعد، وأسألك ما الذي يمنع ارتفاع الأسعار؟ ليس هناك من إنتاج حتى يمكن أن يخفض من الأسعار، وليست هناك من إيرادات حتى يمكن أن تهدئ، وليست هناك من عائدات، وليس هناك من نقد أجنبي تسيطر عليه الحكومة وتحتكم إليه حتى يمكن أن تتدخل لتسيطر، ومن ثم فقد انفلت التضخم من عقاله بلغ نحو 146 ويمضي نحو الأعلى، وكذلك الدولار يمضي في رحلة الصعود وباقي العملات تمضي في رحلة الصعود، ويتهاوى الجنيه السوداني يمضي في رحلة انحداره وتدهوره، والأسعار ربما سقفها عنان السماء. من المسؤول عن هذا الفشل الاقتصادي؟ لأن الدولة تمضي بغير برنامج اقتصادي وبغير هدى وبغير رشد. وتعلمين أن الذي يسود الآن في السودان يسمى بالتضخم العارم أو التضخم الضارم أو كما قلت لك من قبل عنوانه الرئيسي عير ومدينة صوت.